في خبر كده اتقال، وبصراحة الخبر ده من وقت ما سمعته وانا تقريبا ممكن يجي لي ان شاء الله اطفال. يعني انا راجل عندي 28 سنة ودخل على 29 سنة وممكن يجي لي ان شاء الله اطفال بسبب الخبر ده. وهو خبر ايقاف الحكم الدولي الجزائري مهدي عبيد لاجل غير مسمى بسبب خطأ ضربة جزاء مباراة الاهلي والرجاء المغربي، ولجنة الحكام في الكاف اعتبرت ان ده استبعاد بسبب فني. سبب ايه يا عنايا؟ لا بجد. سبب ايه؟ لا سبب ايه بجد؟ لا سبب ايه؟ فني ايه يعني؟ سبب فني؟ طب بالنسبه لمكان جسامه اللي الجزائر شكته في الفيفا، مفيش اسباب فنيه خالص. طب بالنسبه معلش يعني لابن جهتي فهيم عمر اللي خاف يحسب ضربه الجزاء على الوداد، الحاله بتاع فهيم عمر صعبه، بس الحاله بتاعت مهدي عبيد هو اللي ورط الحكم في ضربه الجزاء. ورط حكم ايه يا ابني؟ يا ابني ورط حكم ايه يا عزيزي؟ هي مش المخرج هو اللي كان هيلبسها؟ بس مش مهم يعني، طالما انت بتوقف علشان خاطر اخطاء، ليه في ناس بتتوقف وفي ناس تانية بتعدي كده عادي وكانها ما بتعملش اي حاجه؟ يعني بكاري جسامة ازاي ما يتوقفش بسبب اللي حصل في ماتش الجزاء؟ وازاي كمان ما يتوقفش بسبب اللي حصل في ماتش بيراميدز؟ الراجل حاسب ضربة جزاء حرفيا غريبة يعني، راح منادى مع الحكم وقال له في كورة لمست ايد لعيب بيراميدز اللي هو بكاري جسامة حرفيا بيخربها. بس هتقولي لا، ما بكاري جسامة كان مال امال الكاف ده؟ بكاري جسامة كان في وقتها تابع للفيفا. اقول لك طب ما بكاري جسامة عمال يعمل فضايح بقاله سنين، ولا اشمعنى يعني ما بتوقفش بكاري جسامة؟ وبعدين معلش ليه بتلبس كل الفضايح التحكيمية في الاهلي؟ يعني ليه حكم يتوقف بسبب مباراة اهلي؟ بس هو الاسباب مش بسبب مباريات، هي الاسباب استبعاد فني، وكاننا مش عارفين ان هو اتوقف بسبب ماتش الاهلي. بس الكرة بصراحة فيهاش ضربة جزاء، بس مش معنى كده انك تكرر استبعاد الحكم. طب ما انت لو تكرر استبعاد الحكم ما تستبعد كل الحكام اللي خربوها في ماتشات تانية كتير، ولا هي خير وفقوس حتى في الإيقاف؟ الواحد تعب من الاتحاد الأفريقي، والله العظيم الواحد تعب وجاب آخره من الاتحاد الأفريقي ده، التعب مش ناوي يجيبها لبره والله.